الكابتن عامر حسين مدير إدارة المسابقات ورجل الدوري الأول. مساء الخير يا كابتن عامر. خير وين بيه حضرتك؟ كل موسم وانت طيب. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اصطبحنا واصطبح الملك لله. مبروك الحفل القرعه الشيك قوي النهارده وبدايه طيبه ان شاء الله. يعني الحمد لله يعني شكلي كان كويس ان شاء الله يبقى المضمون كويس كمان يعني نقدر نحل الصعاب والمشاكل اللي موجوده الفتره اللي جايه ان شاء الله. قبل ما اسالك على الجديد بقى في اللائحه والوضع عايز اسال على حاجه في القرعه. فجاه بقت كل الناس تتكلم دي قرعه غير موجهه. هي كانت القرعه بتبقى موجهه وايه الفرق بين قرعه موجهه وقرعه غير موجهه في الدوري؟ لا يمكن من سنين طويله كان في فكر ان مباراه الزمالك والاهلي والزمالك تبقى في اخر مباراه في الدور الاول واخر مباراه في الدور الثاني. انما احنا بقى لنا سنين دلوقتي خلاص الموضوع ده انتهى وبتخش القرعه كل الارقام بتخش مع الانديه. حتى كان في بعض الامور كان بيسهل علينا شويه حته لما بيبقى في انديه مشتركه في ملعب واحد. فكنا بنبعدها عن طريق السويتشات لان الجدول المطبوع اللي بيجي من بره اللي موجود في العالم كله. ايوه. في ارقام ما بتقابلش بعض في نفس الملعب في نفس الجوله، بيبقى واحد بره وواحد جوه. فمثلا لو الاهلي طلع رقم 8 في قدامه مقابل رقم 16 ما يتقابلش ما يلعبش في نفس الجوله في ملعبه. ايوه. فكنا بنعمل كده زمان عشان خاطر نبعد الانديه عن بعض المشاركه في ملعب واحد عشان ما تعذبناش الجدول. ايوه. ولكن برضو بعض الناس الحقيقه اللي بتحب تقول كلام يقلق الناس. يقول لك دي موجهه ده مختارين ارقام لانديه معينه. فبقالي ثلاث سنين مبطلها دي كمان وبتعذب انا في الجدول عشان في بعض في انديه كتير بتلعب على ملعب واحد. ايوه. فببعد الايام عن بعض ماتشاتهم عن بعض في ايام مختلفه. طيب تبقى القرعه سهله كده قدام الناس، هم رقم واسم وخلاص على كده يعني. تمام. الجديد في الدوري السنه دي يا ريت تقوله لنا كده من ناحيه العقوبات، ايه الجديد اللي اضيف في العقوبات؟ لا الحاجة الوحيدة الجديدة ان زي ما حضرتك قلنا قبل كده على ان في ادارات مختلفة بتدير المباريات، اتحاد الكرة السوبر وكاس مصر والرابطة الدوري وكاس الرابطة. فبالتالي خلينا الدوري وكاس الرابطة هتبقى العقوبات بداية من الموسم ده هيبقوا العقوبات مرتبطة ببعض. الدوري وكاس الرابطه. يعني كاس الرابطه اصبح الاشتراك فيه ملزم السنه دي؟ هو ملزم ومحطوط له هي اجباري ومحطوط له لائحه يعني. طب الاعتذار عنه في عقوبات لمن يعتذر عن المشاركه في كاس الرابطه؟ في عقوبه لان المفروض ان كل نادي ليه 1,000,000 جنيه في المشاركه في الدوري. فدي اتخصم منه. طب هو 1,000,000 جنيه عشان يشارك في الدوري مش في كاس الرابطه ولا مضافه اليها؟ لا ما دي الفلوس المضمونه. الفلوس هتطلع من الرابطه بقى. ايوه دي الفلوس اللي في جيب الاتحاد. ايوه فناخدها من الباطن يعني. طيب يعني انما ما فيش ايقافات، ما فيش يعني خصم نقاط، ما فيش حاجه. لا 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 هي المفروض ان هي يعني ان شاء الله. اذا هي ما زالت بطوله يعني إنما في مرحلة التطوير. اللي تقصده بحتة العقوبات متداخلة مع بعضها أو مرتبطة مع بعضها، يعني اللاعب لو خد انذارين في ماتش للدوري أو هيتوقف في ماتشات للدوري يتوقف في كاس الرابطة معاها، ما يتوقفش في كاس مصر. البطولتين مرتبطين ببعض. لا كاس أيوة. مصر لوحده والسوبر لوحده. كاس مصر لوحده، السوبر لوحده، الدوري مرتبط بكاس الرابطة. الدوري مرتبط بكاس الرابطة. يعني اللي يتوقف في الرابطة هيتوقف في الدوري؟ أيوه. ايوه. طب انا مش لاعب. طيب ده في الجزئيه ديت، الانذارات ما زالت زي ما هي ولا زودتوها؟ لا زي ما هي. اللي هي بعد الانذار الثالث. لحظه واحده بقى. رئيس لجنه الحكام. انت رحت قايل يعني كلمه في النص يا عامر بيه. انذارات فقال الافضل كده عشان اللعيبه تبقى حريصه على الاعتراضات. يعني طب الانذارات بتاعت الرابطه. ايوه. تضاف الى انذارات الدوري؟ ايوه هي والدوري. هي والدوري مرتبطين. يعني خلاص كل حاجه مرتبطه. الدوري والرابطه فقط، لكن الكاس لوحده والسوبر لوحده. والسوبر لوحده. طيب
اذا البقاء زي ما هو بعد الانذار الثالث بيتوقف مباراه. تمام. تمام. الجوائز لاول مره السنه دي نلاقي فيه جوائز لبطل الدوري وللمشاركين. اول مره تحصل بعد الراعي الجديد نايل، واعلن عنها النهارده النائب احمد دياب. كام الجوائز دي؟ عن المكافئات. 5 مليون البطل؟ ايوه. 5 مليون دولار طبعا. 5 مليون دولار. البطل 5 مليون والتاني 5 مليون جنيه والباقي كل مليون لكل فريق. الفريق بياخد مليون. التاني والتالت والرابع كل واحد من ال 18 ياخد مليون. والبطل بس ياخد 5 مليون. ده في اخر السنه؟ فن. طيب الملاعب بقى، الملاعب والجمهور. الملاعب احنا عارفين ان الاهلي ملعبه استاد القاهره مش كده؟ الاهلي وفي الزمالك وفيوتشر وزد والبنك الاهلي استاد القاهره 5. طب انا اسال سؤال بس يا عامر بيه. طب الاهلي والزمالك علشان الجماهير وعشان الكنترول الامني، لكن انديه الشركات اللي ملهاش جماهير ليه يعني ان احنا نضغط على الاستاد بالطريقه دي؟ ايه يعني فسر لي او قول لي ليه؟ زد والبنك الاهلي وفيوتشر الثلاثه مش كده؟ ده كان في سيراميكا كمان، وبعدين الاستشاري بتاع المسؤول في استاد القاهره الاستشاري الاجنبي. ان حضرتك عارف ان النجيله ده نوع معين مش موجود الا في مصر، هو الهجين يستحمل 5 فرق بس. فقال نستحمل 5 فرق. انما قال لك سيراميكا ده بلاط، قال لك سيراميكا ده بلاط هيبوظ الملعب يلعب على البلاط. لا عشان هو اخر واحد كان قدم رقم 6 فكان يعني انا جات لي خاطر كده يا عامر بيه. نادي السكه الحديد ايوه عنده مدرجات وعنده ملعب، يعني بشيء من الدعم البسيط ممكن يبقى ملعب رائع جدا يضاف الى الفرق وهو جنب الاستاد، يساعد يشيل لو اتعمل ارضيه ممتازه فيه، يساعد يشيل عن الاستاد شويه، وبرضه ممكن يتأجر وممكن يعني يجيب مصاريفه لو الاتحاد يقدر يساعد. الاهلي كان اخد ايه؟ اي عامر بيه؟ ايه رايك في الاقتراح ده؟ وانت على الطريق يا يعني كابتن عامر. اتحاد الكرة اللي مش المهندس عادل كان بيسألك. اتفضل. الاهلي كان اخذ سنه السكه الحديد وكان ظبط الارضيه وغرف الملابس، واتلعب عليه سنه في بطوله افريقيا الاهلي لعب فيها. ايوه قعد مده موسم في السكه الحديد. انا ايوه بس الاهلي بجماهيره ممكن نقول المنطقه دي ما تستحملش الضغط الجماهيري، عشان كده بقول لك دي تبقى للانديه اللي جماهيرها مش كبير قوي وتقدر تشيل مع الاستاد شويه، والاتحاد يساعد في نوعية الملعب، وفي نفس الوقت ياخد جزء من الإيراد يسترد الفلوس اللي بس. نوجد حلول تانية، احنا محتاجين ملاعب يعني النهارده بيتر سبورت الحقيقة هيئة كبيرة، فممكن هي لو وضبت وبتكف ايه؟ بيقول لك لو النجيلة اتوضبت كانت تصلح ان الأندية تحتاجها. ايوه ما هو احنا نساعد. انت معانا لسه على طيب يعني لو نستفيد بخبرة الاستاد في نجيلة السكة الحديد والاتحاد يساعد شوية. أنا ليه بقول كده؟ لأن بيترو سبورت خلاص بأمر واقع وبقى جزء من الحل. الدفاع الجوي بقى ملعب بيراميدز. ما هو بس هنعود الاتصال بالكابتن عامر حسين. بس بيراميدز واخده لوحده. ما هو ده كمان ممكن يتفتح لأندية تانية. يعني أنا عايز أقول إيه، الملاعب دي تستخدم رئه رئه جديده، والكليه الحربيه ولا انهم ما بيقولوش حاجه يعني. ساعه الجد ممكن برضه للشركات وملعبها كويس جدا. واستاد السلام لانتاج الحرب. السلام هو مشكلته انه بعيد شويه على الشركات وعلى الحاجات دي. لكن هو بياخد فرق كتير. أيوه. ما عليه ضغط هو كمان السلام. طيب فكره ان احنا يعني في كذا نقطه مع يا كابتن عامر دلوقتي. باشمهندس موضوع السكه الحديد طبعا دي هيئه مستقله وهي بتتفق مع الانديه، فكره كويسه طبعا، بس احنا لا بس اتحاد الكره لو راح لهم وقال ان انا هساعد وارجع الم الفلوس هيقولوا الانديه هي اللي تختار الملعب. يا سيدي كويس، تفتكر انت لو اتحاد
الكرة قدر يعمل ملعب زي بتاع الاستاد في السكة الحديد، الأندية الشركات هتقول لا مش هروح، هتروح. طيب الجمهور كان النائب أحمد دياب قال إن فيها زيادة السنة دي، الأخبار يا كابتن عامر؟ والله أنا يعني الرابطة قدمنا للأمن وناخد نص ساعة لكل ملعب، لأن في ملاعب طبعا الساعة بتاعتها بتبقى قليلة زي الاستاد اسكندرية 12600، الجونة أقل، المحلة، فبالتالي ما نقدرش نحدد عدد معين من الجمهور، فبالتالي قلنا ساعة نص ساعة أي ملعب. ملعب ده في الدور الأول على أمل إن الساعة تبقى كاملة في الدور الثاني. إن شاء الله، ما هي كلها متوقفة على الجمهور وتشجيع الجمهور لزيادة العدد. طيب دي نقطة، النقطة المشاكل يعني. النقطة الثانية الأهلي والإسماعيلي الماتشين في برج العرب؟ ما فيش جديد. ما فيش جديد، والمصري كل ماتشاته في برج العرب. برضه ما فيش جديد، وكنت واقف مع مسؤولين النادي المصري النهارده قبل القرعه وهم عملوا محاولات كان عملوا محاولات لاستاد السويس مش كده؟ ايوه، والاسماعيليه كان عايز يروح الاسماعيلي. طيب هو المصري والاسماعيلي بيلعبوا في اسماعيليه بورسعيد؟ لا لا لا، في برج العرب. المصري ما بيلعبش بره، ما حدش بيلعب في بورسعيد خالص حتى المصري. انا عايز هو يقول، انا عارف ما بعد السؤال طبعا. هو الاستاد لسه بيتعمل يعني، الاستاد تم هدمه. انا بصراحه برد على لسان مسؤول قبل الناس ما تبتدي تستغل النقطه دي في اللوكلوك تاني من جديد والوقيع بين الانديه. يعني اذا كان المصري والاسماعيلي ما بيلعبوش لا في بورسعيد ولا في الاسماعيليه، مركزين مع النادي الاهلي ليه؟ ما هو الاخر ما بيلعبش لا في القاهره ولا في الاسماعيليه ولا في بورسعيد، يعني بيروح والبلديه لغايه دلوقتي برضه ما فيش موافقه على ملعبها، هتلعب غالبا في غزل المحله. ايوه بس المحله يعني في مشاكل في انديه كتير، يعني في مشاكل في ايوه بس البلديه والمحله في حته واحده يعني. طيب عندنا مشاكل بقى في انت هتبدا 18/9 مش كده؟ ان شاء الله. الاهلي والمصري يوم كام؟ لا لسه بقى، ده انا هرجع بقى اسكندريه كده واقعد اسهر بقى طول الليل 3 4 ايام. ده عايز قاعد على البحر عشان تحاول عشان اشوف اللي بيلعب في افريقيا يوم الجمعه، واللي بيلعب السبت، واللي بيلعب الاحد. لان حضرتك عارف ان احنا في سبتمبر، لو بدانا من سبتمبر كده عندنا يوم 15 الاهلي مع اتحاد العاصمه ان شاء الله والسوبر. وعندنا جوله افريقيه 15 16 17، الاتحاد الافريقي نقل مباراه الاهلي بتاعت يوم 16 للقاهره بقت يوم 24. تحل شويه دي؟ تحل طبعا. فمحتمل الاهلي والمصري يبقى كام بقى، 19 ولا كام؟ ما اقدرش اقول عشان في انديه كتير بتلعب في اسكندريه في نفس الجوله. فالامن ما يرضاش يلعب الا مباراه واحده عشان الامن ما يبقاش هنا وهنا. ما يبقاش واحده في برج العرب واحده في استاد اسكندريه، لان احنا عندنا اثنين بيلعبوا في استاد اسكندريه، الاتحاد وسموحه، وفي اثنين بيلعبوا برج العرب، المصري وفاركو. فانت عايز تنقي يوم ما يكونش فيه لعب في اسكندريه. فلازم نوزع المباريات على الملاعب والايام في اسكندريه. زي ما بوزع الخمس انديه بتوع القاهره على استاد القاهره، فالامور مش سهله يعني، بنقدر نربطها. والمباراه الثانيه لسه ما اتحددتش طبعا، ودي من ضمن المشاكل اللي الاتحاد الافريقي بحقيقه بيصدرها لنا. ان يقول لك اختار يوم من الثلاثه، وانت ما بتبقاش عارف، وانت بتحط الجدول هيبقى يوم 29 الجوله الثانيه ولا 30 ولا 1. فلازم تبقى متحدده، لو متحدده تقدر تقول تعمل الجدول بدقه يعني. طيب وبعدين طبعا في اكتوبر في شهر 10 عندنا برضو عندنا اجنده من يوم 9 ليوم 17. دي اللي انا كنت عايز اسالك فيها، لانه هتعمل نفس الازمه مع فيتوريا والاهلي. المنتخب عنده اجنده دوليه والاهلي عنده مباراه سيمبا التنزاني يوم 20. وفي نفس الوقت الاهلي في حاله وصول الاهلي ان شاء الله دوري المجموعات يوم 24، المفروض الاهلي عنده جوله الاولى في دوري المجموعات. فلازم هتتاجل برضه، هتتاجل تروح فين برضه انا ما اعرفش. طب هو الفكره احنا مش عايزين نبص على الاهلي بس، هل الانديه المشاركه زي بيراميد وزمالك وفيوتشر هل عندهم برضه مع المنتخب تداخلات ولا لا؟ لان دي كلها مشكله. لا الاهلي بس اللي عنده يوم 20 دوري السوبر الافريقي يوم 17 عشان هو بس السوبر. لا انا بتكلم على 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 الاجنده الدوليه بتاعت المنتخب اللي بعد كده.
لا بعد كده بشهر 11 في من يوم 13 ل 21، وطبعا هيبقى فيه مشكله تقريبا قبلها. ده مع الاهلي ولا مع مين؟ لا في مشكله في ميعاد واحد مع الانديه، كل الانديه، ده اللي قصدي عليه. الموضوع اكبر من الاهلي كمان كده دلوقتي. طيب بالنسبه للاهلي والدوري الافريقي، الاتحاد الافريقي قال لك ما حدش يلعب من الانديه دول، وطبيعي ما حدش هيعرف يلعب اي ماتشات محليه من 20 اكتوبر ل 11/11، مش كده؟ انا مش عارف الجمله دي طلعت زي ان هو قال ما حدش يلعب، هو اصلا ما حدش هيقدر يلعب. ما حدش هيعرف يلعب، هو نفسه هيلعبه كل 3 ايام. بيلعب 6 ماتشات منهم 3 سفريات. حاجه شبه مستحيله يعني، في 3 سفريات. وبيلعب 21 يوم 6 مباريات، يعني صعبه جدا. ربنا معاهم ان شاء الله يعني. طيب شهر 12 طبعا عندنا كاس العالم من الانديه يوم 12 ل 22. فطبعا الامور شغلانه عايزه حاوي. يعني عمليه صعبه في يناير. هو الحل بقى ان الاهلي يستنسخ. طب قول لي بقى برضو في نفس المشكله يا باشمهندس، بالنسبه للاهلي المواعيد بتاعه المنتخب اهي واضحه وكلها متداخله مع بعضيها، هل في توريا بدا يتشرح له الامر بحيث يبقى مدرك ده، ولا هندخل في الصدمات تانية؟ انا قلت لجمال بيعلام قلت له ينبه على الجهاز في المباراتين بتوع شهر 10 ان هم يعني يحاولوا قدر الامكان من المباراه الثانيه ما تبقاش في اخر يوم في الاجنده اليوم 17، الاهلي عنده يوم 20. ايوه لان الحمد لله انا في شهر 10 دي اجنده وديه مش رسميه. ايوه هي 11 هي الرسميه في كاس العالم يوم 13 ل 21 11. ودي ما فيش حاجه مشكله بعدها. وفي شهر 12 برضه اللي هي كاس العالم الانديه من اللي هي من يوم 12 ل 22. يعني لما ان شاء الله يعملوا حسابهم يعني في المباريات الوديه بالاتفاق مع الانديه مع المنتخبات الثانيه في المباراتين بتوع شهر 10 نقدم يومين. وهو الحقيقه كان ممكن برضه الاتحاد الافريقي كان ساعدنا في الاجنده اللي فاتت والمشكله اللي فاتت ان هو كان يرحل يومين ولا حاجه كانت انتهت المشكله كلها. النائب احمد دياب النهارده قال الدوري يخلص 30/7، ده فعليا ولا بنحلم؟ يعني اتمنى ما يكونش حلم يعني. هو مصمم على كده. مش عارف هتيجي ازاي. ولا احاول اعمل كده. طب هل هتحاول على حساب الانديه المشاركه في افريقيا القاعده بتاعه 3 ماتشات في حال ان هو بيلعب في الداخل واربعه لو بيلعب في الخارج لسه ساريه مع الانديه الاربعه، ولا هتتغير؟ لا هي طبعا لا هي. مش هينفع تغير لانه هتلعب اقل من 3 ايام ازاي يعني؟ لا ده اختصروهم يوم. ده لا رجعت زي ما هي. ايوه كده هي 3 و4 هي بس. الفرق ان احنا كان اثناء دوري الماتش البيني في في الادوار الاقصائيه بقى ما كناش بنلعب، فالمره دي هنلعب يعني. هتلعب ازاي؟ طب هو اصلا اسبوع واحد يا كابتن عادل. ما انا بقول لحضرتك لو في فرق 3 ايام او 4 ايام هنلعب. طب ما هو دوري المجموعات اسبوع واحد برضه نفس المشكله. لا بس هو في الادوار الاقصائيه انت ما عندكش فرصه للتعويض يعني. هتلعب سيمي فاينل او فاينل ومش هيبقى فيه 4 ايام عمره، وهتلعب اسبوع في الغالب الاتحاد بيخليها اسبوع الافريقي. هتلعب في وسطهم الاتحاد الافريقي ما لو خلاها يعني جمعه او سبت صعب ان احنا نلعب. انما مباراه جمعه واللي بعدها سبت هنقدر نلعب. شوف انا اتمنى بس انها تبقى معلنه للجميع من دلوقتي. لا هي في اللائحه موجوده في اللائحه. يعني لانه بتبقى موجوده في اللائحه ويرجعوا يقول لك الاهلي اتاجل له والاهلي اتعمل. هي عامل بيه دي المشكله اللي احنا بنحب نعيشها، لانها معناها ان فرقنا وصلت لمراحل متقدمه. يا رب يعني نعاني هذه المشكله كل سنه. اتمنى ان الانديه كلها يبقى عندها نفس المشكله. طبعا كان عندها كلها والانديه كلها تكمل وتبقى كل النهائي، مش يبقى كل الناس يقول لك يمكن تتحل من نفسها. لا الرابطه لا. كان عندها لا ما ينفعش تحل من نفسها، لان احنا الحقيقه ترتيب الانديه المصريه والمنتخب هي اللي بتسمع للكره المصريه يعني. انا عارف يعني ديت الرابطه كان عندها مشكله في موضوع الجوائز والاختيارات بتاعه التشكيل بتاع كل اسبوع. هل هيظل الموضوع تصويت جماهير ولا غيرتوا النظام؟ النهارده تم الاعلان على الناس المسؤوله في الرابطه عن الاعلام على ان هم يعملوا صحفيين موجودين وفي جمهور وفي
يعني عاملين 25% في كل حاجه كده، بس طبعا انا مش متذكرها قوي دلوقتي. لان انا راجع مش تصويت جماهير فقط يعني. لا لا لا. يعني هيبقى تصويت واحد بس جزء جمهور وجزء متخصصين، ولا واحده للجماهير واحده للمتخصصين؟ المتخصصين من اللي انا فاكره 25%، والجمهور 25%، والنقاد 25%. يعني في هي متقسمه على اربعه. النقاد مش متخصصين ولا ايه؟ هنقول لحضرتك متقسمة على أربعة أهي، ممكن يبقى مدربين بقى، قصدهم مدربين. مدربين طب اعمل حساب والنبي في الليلة دي يا عم. عايز يصوت ويلم عليكم الدنيا. أخيرا بالنسبة للتحكيم، أنتوا كاتحاد اعتمدتوا خطة بريرا 36 حكم لإدارة الدوري مش كده؟ هو عمل تصور من آخر الموسم اللي فات ولف على المحافظات كلها ولجان الحكام. على ان هو هيبقى زي ما الدوري فيه قسم اول وثاني وثالث، والثاني بيصعد الاول اللي بيطلع اوائل واللي فوق بينزل. عايز يعمل نفس الطريقه، وقال ان اللعيبه الحكام لازم تبقى زي اللعيبه، تبقى فورمه، مش كل خمس ست اسابيع يلعب مباراه واحده. فبيفقد تركيزه وبيفقد التوزيع العادل يعني للحكام. فهو اللي اختار، يعني هو اللي اختار الحكام والاعداد في القسم الاول والقسم الثاني اللي هو دوري ال 20 نادي القسم الثاني الف. فكل الامور دي هو اختارها. طبعا هيبقى في اعتراضات، والحكام هتبدا تعترض اللي هو ما دخلش في صحيح التصنيف الاول، بس هو قال ان الباب هيبقى مفتوح يعني. انما هو الراجل ما دام جبنا واحد بقى لازم هنمشي، يعني مقتنعين مش مقتنعين، فاحنا لازم نسيب له رؤيته تتنفذ. صحيح صحيح. وفي الاخر نشوف، لما نجيب واحد بعدين احنا نتدخل ونقول ده غلط وده صح وما ينفعش من اولها. صحيح. لا، ياخد الفرصه كامله وهو بقى لحد ما اصحاب الليله يبتدوا يقولوا له احنا هنمشيك. ايوه، هو القرار دايما بيجي من بره الاتحاد يا ريس. ايوه، احنا طبعا يعني واقفين، يعني لما يطلع الناس على شاشات التلفزيون يقولوا الرئيس اللجنه هنمشيك. يعني الموضوع ده صعب الحقيقه، الموضوع ده صعب، لان احنا يعني ملف التحكيم ده الحقيقه اخذ مننا سنين طويله وكلنا عاصرناه، ان كان اي حد بيجي الناس بتهاجمه من المصريين، من جبنا الاجنبي، راجل كان اللي فات موجود ومشي، المره دي بدات الهجوم عليه. هتختاروا متحدث رسمي ولا هيظل الاستاذ سويلم هو اللي بيطلع يتكلم؟ اصل انت عارف حضرتك يا باشمهندس، انا مش في الرابطه دلوقتي، مش عضو مجلس الرابطه. مش دلوقتي، فانا طبعا ما اعرفش هم اتفقوا على ايه. انا المسؤول عن اداره المسابقات. ماشي يا بيه. كابتن عامر، كل موسم وانت طيب وكل قرعه، والاتحاد والرابطه موفقين ان شاء الله. حضراتكم طيبين ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا للكابتن عامر حسين.